السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا فيكم في فيديو جديد من One Hour Networking. تحدثنا في المرات السابقة عن الليجسي أو الأولد أو يعني اللي قديم، الأشياء القديمة بالسبانينج تري اللي هي 802.1D و 802.1W، أو اللي هم سبانينج تري العادية والبير فيلان سبانينج تري وربط بير فيلان سبانينج تري. الآن في عنا تكنولوجيا أفضل من هذول، اللي هي طبعا يفضل استخدامها في الشركات الكبيرة. ليش؟ أو الشركات اللي يعني بغض النظر، خلينا نسميها انتربرايز. انتربرايز يعني أنت بتدير شركتك، وخلينا نحكي هنا مجموعة من المواقع، مثلا في عندك بعدة مدن أو عدة دول. يعني ممكن تكون الشركة مقسمة على 4 أو 5 دول، يعني الأردن، سوريا والعراق مثلا، فلسطين والسعودية مثلا. هيك الشركة موجودة، يعني شركة اتصالات كبيرة بتقدم خدمات وبتربط كل أجزائها في بعض. الآن علشان أنا أقدر يعني أربط كل هذول الأجزاء مع بعض، بحاجة مرات أني أعمل أكسس. طبعا هذا يعني موضوع في الـ CCIE على Layer 2، يعني الفيلان بقدر اقسمها على اكثر من دولة او اكثر من موقع، بغض النظر وين كان الموقع الاخر، سواء كان في نفس الدولة او في مدينة اخرى او في دولة اخرى او في قارة اخرى كمان. الان بصير عندي مثلا اكثر من 100 فيلان، او بجوز توصل عندك 500 فيلان او 1000. طب انت لما بدك تعمل انت سبانينج تري على 100 فيلان، بلاش بناش نقول 500 او 1000، لكن انت بتحكي عن 500، يعني بنحكي عن 100 فقط. فبتلاحظ انه بصير عندك عملية معالجة وعملية حسابات للسبانينج تري لكل فيلان. ليش؟ لان احنا مشغلين بير فيلان سبانينج تري، وهذا طبعا يعني موجود عندنا. لو عملنا كونسول على الهاي، يعني انا مش عارف، المرة الماضية ما ارتحنا بالعمل على يعني هذا الموضوع، فرح انقلهم ل ورك سبيس ثانية، وراح نيجي كمان على هذا ونعمل له كونسول، وراح ننقله لفيلان أخرى، لا ورك سبيس أخرى. الموضوع الرئيسي اللي بنتناقش فيه اللي هو الـ MST Multiple Spanning Tree. Multiple Spanning Tree. طيب الآن لو انتقلنا طبعا للكونسول اللي هون، طبعا لنا صار فينا 1 و2، ناخذ 1، ننتقل للجلوبال. او لا اول شيء خلينا نلقي نظرة على السبانينج تري. طبعا لو شفت هون عندك شو السبانينج تري اللي فعالة، اللي هي IEEE سبانينج تري انيبل بروتوكول. IEEE ايش هي؟ IEEE اللي هي 802.1D، يعني هي 802.1D هي اللي فعالة نوع سبانينج تري. فأنا بدخل على Global Configuration Mode، وبهاي الحالة أنا بدي أفعل المالتيبل سبانينج تري على هذا السويتش وعلى هذا السويتش. ليش؟ لأنه مو سويتشين مسؤولات عن اللان تبعي بشكل كامل. فأنا بوفر على حالي بهاي العملية إيش؟ إنه هم المالتيبل سبانينج تري او الـ MST فعليا هي compatible، يعني backward compatible، يعني هي متوافقة مع الاشياء القديمة. فانا مش بحاجة اني يعني مش بحاجة انه يكون عندي كل السويتشات up to date او الـ high end technology. يعني فلو كمان دخلنا على Global Configuration Mode، وهنا خلينا نعمل Switch 1 بعدين Switch 2 علشان ما نخربطكو، فخلينا نعمله هيك كمان عشان ما يبينش شيء تقريبا غير بس هاي. طيب خليني احكي له Spanning Tree Mode MST. قبل ما اتكلم عن السبانينج تري مود ام اس تي، فانا بدي انشئ ايش الفيلانز. لحديت الان احنا ما
يعني interfaces. لحديث الآن interfaces unconfigured. لحديث الآن. فأنا اللي بدي أعمله إنه بس بدنا نتكلم عن ال MST بعدين نفعل اللي هم نفعل ال trunks بين ال switches. فأنا راح أحكي له spanning tree mode MST وبدي أعمل هنا يعني في عنا مجموعة من الخيارات spanning tree MST عشان ندخل على الconfiguration الخاصة بالسبانينج تري. فأنا هنا لو ألقيت نظرة مثلا هنا في عندي الانستنس فكل مجموعة من الفيلانز أنا بعملهم انستنس يعني بعملهم زي بروسيس واحدة بعملهم حزمة وبتم معالجتهم كأنهم يعني قطعة واحدة. فبهاي الحالة بقدر أخلي مثلا سويتش 1 مسؤول عن حزمة معينة يعني مثلا لو كان عندي 10 فيلان فأنا بخليه من 1 to 5 وبخلي switch 2 مثلا ممكن يكون root على من 1 to 6 فبهي الحالة فقط أنا بدي أعمل مثلا revision 1 أو revision 2 زي ما بدك name إيش name تبع الدومين تبعنا يعني أنا لازم يكون عندي حدود معينة. فمثلا لو حكيت له lab بعدين بحكي له instance مثلا من 1 to 5 instance 1 اول شيء نعرف 1 بعدين بدي احكي له VLAN ايش الVLAN مسؤول عنها. فانا عندك هون الVLAN بتقدر تقول له مثلا 1.2.3 ولكن انت من 1 to 5 وهيك بتنهي الموضوع. بدك تعمل instance ثانية لكن بدك انت تحط VLAN من 6 to 10 وهيك بصير عندك تونس. الآن لو حكيت له show current فهو راح يورجيني انه هنا لسه الى الآن ما حط لي هنا النيم lab زي ما احنا عرفناه هون ولا اي الانستنس بس عنده انستنس 0 اللي هي بالوضع الطبيعي بتكون مفعلة لما اول ما تتحول spanning tree للMST. فانت بهاي الحالة فقط بتعمل علشان تفعلها شو لازم تعمل. لو حكيت له الآن show pending يعني التي لم يتم تفعيلها فالpending اللي هم من 1 to 5 ومن 6 to 10 طيب وعنا هاي lab وهاي revision 1 بينما هون كانت revision 0. فأنا كل اللي راح أعمله راح أحكي له يا إما end أو exit أو control D control C يعني لكن احنا بنعمل له exit علشان نعمل configuration. لا يعني الان لو رجعت للconfiguration حكيت له show current تغير صار عندي هاي lab وصار يعني صار الكرنت زي البندنج هاي البندنج lab version هاي. فهو لحتى ما تخرج من الconfiguration mode ما بيكون فعلهن يعني ما في داعي تعمل save او اشي بس تعمل exit هو بيعمل save لكل شيء. لما نعمل انترفيس انترفيس رينج 0/0 to 1 هذا بدنا نعمله طبعا ايثرنت بدنا نعمله سويتش بورت. اول شيء بدك تحدد الانكابسوليشن سويتش بورت ترانك انكابسوليشن وفي عنا مجموعة اللي هي انتر سويتش لينك او ال 802.1Q وفي عنا نون نيغوشييت. انت بتحدد يعني هم السويتشز بتكلموا مع بعض بس دائما لا تترك مجال للآلة انها تفكر ليش لانها موجودة عشان تنفذ. فانت بتحطه .1Q سويتش بورت مود ترانك ويفضل تعمل شت داون افضل شت داون يعني شت داون فور سيفتي سيفتي طيب شت داون فور سيفتي مش مشكلة سيفتي بالاي مش بالاي طيب الان انت عملتهم ترانك فبتحكي له سويتش بورت ترانك allowed VLAN all يعني انت ما اذا بدك تعمل تشذيب وبرونينج ف
طبعا بدك تحدد هون يعني ايش الفيلانز اللي بدك تعملهم. فانت بتعمل فيلان اول، بعدين خلينا نعمل شانل جروب كمان يعني عشان نستفيد من خبراتنا السابقة ونعمل مود، وخلينا ناخذ اكتف من هاي الجهة، بعدين نو شت داون. هيك انا انهيت كل الكونفيجريشن على هاي على هذا السويتش. الان خلينا كمان بالمرة يعني ننهي موضوع السويتشين او الترانكين تو ترانكسبورت. فلو واحد بعدين بحكي له شت داون سويتش بورت ترانك انكابسوليشن دوت 1 كيو سويتش بورت مود ترانك، بعدين بحكي له سويتش بورت ترانك الاود فيلان. يعني احنا اتفقنا انه بتقدر او بتقدر كمان مثلا تحكي له مثلا من 1 ل 10. طبعا كمان حتى لو عملت هيك لازم انك شو تضمن انه في عندك الفيلانز مش عارف اذا هون موجودين، لكن في عندك فيلان الستاندرد اي تربل اي ستاندرد، في عندك اي تربل اي ستان فستاندرد ستاندرد اللي هي ايش من 1001 ل 1005. فبدك تضمن هاي كل الامور، لكن احنا بنحكي له اول وبننهي الموضوع وبنحكي له بعدين اخر شيء channel group 1 مود. الان حطينا بالجهة المقابلة active، معناته احنا راح نكون عندنا passive. بيبقى عندي هيك اني احكي له no shutdown. خلال لحظات طبعا راح تظهر عندي الشانل او الايثر شانل. فانا بحكي له الان spanning tree mood mst mood mst، بعدين بحكي له spanning tree mst configuration. بعدين هنا طبعا لما ادخل على configuration بدي اختار النيم. ايش النيم؟ ايش هو الحدود اللي احنا بنضم هذا اللاب الها السويتش الها اللي هو لاب؟ هذا حدود اللان اللي راح تخضع لها البير في لان او مالتيبل سبانينج تري. بعدين بدي احكي له ريفيجن 1، وبدي احكي له انستانس. بدنا نعرف الانستانسز. الانستانس 1 اتفقنا انها الفي لان من 1 ل 5، والانستانس 2 اللي هي الفي لان من 6 ل 10. وبهي الحالة بس اعمل له اكزيت راح يعمل حفظ لهاي الامور. فانا هيك بكون يعني انتو شايفين هون عنا الانترفيسز اب، يعني البورت شانل اب معناته التو انترفيسز كمان اب. فانا بهاي الحالة بس بحكي له اند. لو حكيت له الان شو سبانينج تري، طبعا في عندك خيارات كثير، فبتقدر تحكي له ام اس تي او بتحكي له هون كمان ديتيل. نحكي له انتر نشوف. بحكي لي انه عندك في عندك السبانينج تري زيرو. طب هاي احنا ما انشأناها، من وين اجا؟ كل الفيلانز شايفين فيلانز مابت كلياتهم اللي ضلوا اللي هم يعني غير من عندنا من 1 ل 10، ومن 11 لحتى ما يخلصوا كل الفيلانز بيكونوا بانستنس زيرو. فطبعا للروت this switch is the CIST ناسي شو اختصارها، لكن يعني يبدو اني لازم كمان اطور معلوماتي وابقى ابحث عن شو CIST يعني، لكن بما انه هو الروت فما يعني هون معطيني المعلومة هو، فهي في اختصار لها معين، لكن انه هو الروت تبع ال مثلا هنا حكي لي انه ايثرنت هو designated learning. حاليا رح يتحول من designated learning لايش؟ لا forwarding طبعا، كله بما انه هذا هو الروت، بما انه هو الروت فمعناته كل البورتس تبعاته كل المنافذ تبعاته designated. فكله احنا قاعدين نحكي ليش؟ لانه هو الروت.
فانتوا شايفين designated route designated bridge نفس ال... نفس الشيء. فبهاي الحالة احنا هيك بنكون يعني حكينا لكم عن الام اس تي وكيف نعملها configuration. يعني هاي الام اس تي 2 الانستنس الثانية اللي هي من 6 ل 10. فهو بحكي لي انه الروت الروت هو هذا السويتش وهاي ال طبعا هذا البريدج يعني احنا بنحكي عن هذا السويتش وهذا الروت بما انهم نفس الشيء معناته هذا البريدج هو الروت. لو طلعنا الاعلى قليلا نشوف هنا المفروض يعطينا ام اس تي ام اس تي 1 احنا بدنا. طيب ام اس تي 2 ام اس تي 1 اللي احنا بدنا اياه نعمل اب ونحكي له begin with ام اس تي 1 ام اس تي 1 هاي اللي احنا بدنا نشوفها هاي ام اس تي 1. طبعا هون عندك من 1 ل 5 وكمان احنا شايفين انه هو الروت والمسؤول عنها. طبعا احنا بنقدر كمان نغير مين يكون الروت ومين يكون هاي عشان نعمل لود بالانسينج افضل. بهيك بيكون يعني خلص هذا الفيديو اللي بتكلم عن الام اس تي. انتم شايفين انه احنا يعني لو رجعنا الان لو رجعنا الان للدياجرام او الـ يعني التوبولوجي تبعنا يعني المخطط تبع الشبكه تبعنا فانا بنلاحظ انه لحديت الان هذول السويتشين ما لهم اي عمل. ليش؟ لانه لا هذول ترانك ولا هذول ترانك يعني فعليا ما في تخاطب على مستوى الترانكس ما بين السويتشز. كمان احنا حاليا انتم شايفين الان صار هو designated forwarding هنا switch 2 وهنا كان عندنا لو القينا نظره فوق كان designated ايش designated learning يعني حاليا صار forwarding. ف يعني هيك بيكون احنا عملنا 100%. لكن احنا بنلقي اخر نظر على spanning tree فاحنا شايفين MST 0 فاحنا شايفين انه مش هذا بما انه هو مش ال root switch فالا ما يكون يعني في عنده يعني ممكن يكون عنده ports في عملية ال blocking. لكن يعني احنا نقدر نيجي لهون. طبعا انتم شايفين هون انه هذا هو مع انه هو distribution switch 2 الى انه هو الروت يعني معناته هذا هو اللي لازم يكون عنده ال لو حكيت له show spanning tree فاحنا بنشوف انه هون في عنده هذا هو مش الروت لكن انتو شايفين انه كل الستيت هو فوروردينج. هون عنا كمان ليش فوروردينج؟ طيب الجواب طبعا بسيط جدا. نرجع للدياجرام مرة ثانية. انا عندي تو سويتشز بيناتهم ترانك وبما انه هو هذا هو السويتش هو الروت الروت هون عنا فاكيد كل البورتس تبعته في مرحلة الفوروردينج. وبما انه هذا السويتش ما فيش عنده غير هذا الترانك اللي بوصله بالروت معناته انا كل البورتس عندي هنا فوروردينج بينما انا ما عملت كونفيجريشن لاي شيء اخر معناته كل البورتس على سويتش 1 وعلى سويتش 2 راح تكون في الفوروردينج زي ما احنا شايفين هون. احنا شايفين هون طبعا انه كلهم في عملية الفوروردينج. شكرا لاستماعكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.